إذن صغاري، كما تعرفون أن للحرف الخاء وضعيات مختلفة ويكتب انطلاقا من هذه الوضعيات. في كل وضعية يكتب بطريقة مختلفة، لكن طريقة كتابته تشبه حرفي الخاء الجيم عفوا والحاء. إذن في أول كلمة صغاري يكتب حرف الخاء هكذا: خط مستقيم، ثم خط مائل، ثم مقوس شيئا ما، والنقطة. إذن سأعيد كتابة بطريقة مختلفة. سأبدأ من فوق. يجب أن تعرفوا أن للخاء أيضا ساقية واحدة فقط. إذن من هنا هكذا، ثم خطا مستقيم، والنقطة. والآن سنتعرف عن الخاء في وسط الكلمة. إذن خطا مستقيم دائما في الخط المضغوط، اكتبوا في الخط المضغوط، هو الخط باللون البرتقالي، والخطوط الرقيقة يعني الثانوية هي باللون الأبيض. خط مستقيم، ثم أصعد إلى أعلى بساقية واحدة فقط، ثم خط مستقيم هون هكذا. في آخر الكلمة يكتب حرف الخاء متصل أو منفصل عن الحرف. إذا كيف يكتب متصل بالحرف؟ انظروا جيدا خط مستقيم في الأول، لأنه متصل بالحروف من جهة واحدة، ثم قوس صغير، ثم إلى الأعلى بساقية واحدة، وإلى الأسفل أفعل نصف دائرة بساقيتين. رأيتم؟ بساقيتين. إذا هنا ثلاثة، واحدة فوق واثنان تحت، ثم النقطة. والآن سنعرف كيف يكتب حرف الخاء في آخر الكلمة منفصل عن الحرف لوحده معزول، إذن بدون خط المستقيم الذي وضعنا في الأول عندما كان متصل. سنفعل قوس، شبه بقوس، ثم خطا، ثم أفعل نصف دائرة بساقيتين، ساقيتين فقط. سأعيد كتابة. إذن خط مائل، خط مائل صغير، ثم نصف دائرة إلى الأسفل بساقيتين، والنقطة. إذن هذا حرف الخاء منفصل عن باقي الحروف. الآن سنكتب معا كلمة لتتضمن حرف الخاء. اخترت لكم كلمة خوخن، تتضمن حرف الخاء في أول الكلمة وفي آخر الكلمة منفصل عن الحرف، خو خن. إذا نكتب معا، إذا قلنا في أول كلمة أذهب إلى الخط المضغوط وأضع خطا مائل، ثم خطا أنزل إلى الأسفل، ثم خطا مستقيم، خاء ساقية واحدة، خاء فتحة، ثم واو خو دائرة صغيرة، ثم أنزل إلى الأسفل بساقية واحدة فقط، سكون و خو، ثم خاء في آخر الكلمة منفصل عن باقي الحروف، ضمتين تنوين بالضم، خو خوخن. إذا تعرفتم معي كيف يكتب حرف الخاء في مختلف الوضعيات وداخل الكلمة. لا تنسوا أن تتدربوا جيدا في الألواح وتكتبوا أو ترسموا حرف الخاء في مختلف هذه الوضعيات مع احترام المقاييس. إذا لا تنسوا أن حرف الخاء في أول ووسط الكلمة ساقية واحدة فوق، وفي آخر الكلمة متصل ومنفصل عن الحرف، ساقية فوق وساقيتين في الأسفل. بهذا نكون قد أنهينا صغاري. إلى اللقاء في الحصة المقبلة إن شاء الله.